راح نتكلم بالعادات الأفضل. 3 عادات راح تغير حياتك. أهلا وسهلا بكم أصدقائي، أنا سفيان الحسيني، واليوم كذلك راح نحكي فيديو جدا مهم، واللي هو 3 عادات راح تغير حياتك، أو بالأحرى شلون تغير حياتك. طيب خليني أحكيكم عن أحمد. أحمد هو إنسان طبيعي موظف مثل أي بشري. أحمد عنده عادات إيجابية وعادات سلبية. عادته السلبية إنه هي التدخين، ينام متأخر، كذلك ما يهتم المظهر. يوما ما إجا شخص لهذا أحمد. هذا الشخص كان شخص جدا إيجابي، وهذا الشخص حاول يقنع أحمد إنه هو يبطل تدخين، وبالفعل بعد أيام وبعد بضع محاولات أحمد بطل تدخين. وهذا أحمد بعد فترة لاحظ أنه هواي أمور تغيرت من بعد ما ترك التدخين. صار يلعب رياضة، صارت علاقته بالناس أحلى، صار يقعد الصبح، حتى أنه علاقته بمديره بالشغل وعلاقته بأصدقاء الموظفين أصبحت أحسن. مثل هيك قصص أكو هواية، والخبراء قدروا يحللون أنه البشري من يتعدى ويتخطى العادة السلبية الأولى ويحذفها، هواية عادات إيجابية راح تجي ويا العادة الإيجابية كسبها الأولى. افتهموا أنه شخص من يقوم يخلق عادة إيجابية، هاي العادة الإيجابية حتقوم تجمع عادات إيجابية صغيرة مع مرور الوقت، وهذا إحنا اللي نسميه Keystone Habit، واللي هو العادات الحجر المركزي. ببساطة عادات الحجر المركزي هي عادة وحدة تبلشها أنت إيجابية، هاي هي العادة حتجيب عادات أخرى. وهسه راح أعطيكم أمثلة عن هاي العادات. يعني مثلا إذا أنت تكونت عندك عادة شرب المي، حتجي وياها عادة أنك أنت ترمي القناني مال المي في سلة المهملات. ليش؟ لأنه من شربت مي هواية حيصير عندك قناني هواية. إذا أنت حتكون عادة إيجابية أخرى، واللي هي عادة رمي المهملات في سلة المهملات، وهاي أيضا عادة إيجابية ثانية أنت ما تحس بيها وهي جاية. طيب هسه خليني احنا نتكلم بالعادات، وشنو هي العادات وشلون نفتهمها وشلون نكون احنا Keystone Habits. طيب العادة الأولى هي القراءة. أعرف أن هواية ناس حتشوف هذا الشيء غريب، لكن تأكد أن القراءة هي من أهم العادات اللي حتخلق عندك عادات جدا جميلة. زين، أغلب الناس تعرف أنه الدراسة مهمة، وإحنا أنفقنا تقريبا 12 إلى 14 سنة بالمدارس وبالجامعات وبالهاي سكولز وإلى آخره أنه إحنا ندرس ونقرأ كتب. لكن شوف، المشكلة الوحيدة هنا أنه إحنا قرأنا كتب مو إحنا اختاريناها، قرأنا كتب هي فرضت علينا بالمدارس وبالجامعات، قرأنا كتب ما نعرفش عنها، هم اختاروها لنا، بشر حولوها واختاروها للطلاب. القراءة الحلو بيها انك انت تختار الشيء اللي يعجبك تقرأ. ببساطة يعني انك انت تنمي موهبة جواك انت حاببها. طيب وهسه راح افهمك شلون تجي العادات الايجابية الاخرى مع القراءة. مثلا انت مهتم، خلينا نقول بالبادي لانجوج، من حتقرأ كتاب بالبادي لانجوج انت لا اراديا حتقوم تفتهم عن البادي لانجوج وحتقوم تستخدمها، حتشوف حركات جسمك صارت افضل. طبعا اعني بالقراءه انك انت تقدر تاخذ سورس، ان كان الاي بوكس او ان كان الكتب العاديه او ان كان اليوتيوب، المهم انك انت تقرا بالمجال اللي انت رايده. زين هسه احنا نجي للعاده الثانيه، واللي هي عاده جدا مهمه ايضا، واللي هي المديتيشن، التامل. ليش التامل شيء جدا مهم؟ لانه يعتبر التامل المديتيشن رياضه للعقل. التامل هو الشيء المسؤول عن المناطق المسؤوله للاراده، التحكم النفسي والانضباط والدوافع. يعني ببساطه المديتيشن هي حتيقظ هاي المراكز المسؤوله عن الاراده مالتك، عن تحكمك النفسي وعن انضباطك النفسي. انت تدرب منطقه في عقلك انه تشتغل باراده اعلى، انه يكون عندك اراده اقوى، يكون عندك انضباط نفسي احسن. وبالضبط مثل الجيم، انت من تدرب جسمك، جسمك حيصبح اقوى وامرا ورياضي اكثر. وهذا التامل اللي يسويه، كل ما تاملت اكثر كل ما هاي المناطق وعقلك يرتقي بمناطق اعلى واحسن. طبعا هذا الشيء حينمي فيك القدره على التحكم بمشاعرك، وعلى القدره الاهم اللي هي التركيز بالامور، انك انت تركز في امر واحد بما اكو هوايه ملهيات حولك. هذا انجاز كبير ونجاح حقيقي في حد ذاته. هسه نجي للعاده الثالثه والاخيره، الجسم السليم في العقل السليم، الفتنس. الرياضة هي عادة جدا مهمة. ليش؟ الباحثين في جامعة هارفارد سووا دراسة وأثبتوا أنه اللي يلعب رياضة حتجي رأسا عادة أنه يلتزم بالدايت. شلون؟ أنت ببساطة أنت إذا رايح للجيم من تلعب رياضة تنطي طاقة، من تنطي الطاقة أنت حتزعل أنه إذا هاي الطاقة راحت، فتحس نفسك أنه أنت مجبور أنك أنت تلتزم بالدايت. لذلك عادة الرياضة هي عادة جدا مهمة أنه تبقي جسمك صحي، ومن بقى جسمك صحي ومن بقى الدورة الدموية عالية وتمشي بسرعة، فأنت حتفكر إيجابي أكثر. اتأكد أنه أيضا الرياضة حتجلب عادات أخرى حلوة جدا، أنك هي مثلا تحافظ على بشرتك،
عادة تشرب مية هواية، عادة انك تسوي دايت، عادتك انك انت تسيطر على اكلك. فهاي جدا عادات جدا حلوة تجي من وراء عادة الرياضة اللي هي مثل ما قلنا عادة الكيستون هابت. طيب وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم يا اصدقائي وشكرا للمتابعة، واكيد اذا عجبكم الفيديو انطوني لايك وسوي سبسكرايب للقناة لان الفيديو هذا الجاية والقادمة حتكون جدا جدا مهمة. شكرا لكم، خليكم ايجابيين، اراكم لاحقا، مع السلامة.